معا وقائع قضية الحال والإجراءات المتخذة بشأنها، فإنني أعلم الرأي العام أنه بتاريخ 4 جوان 2021 الموافق اليوم الجمعة في حدود الساعة 3 بعد الزوال، وقع حادث مرور على مستوى الطريق السريع الجنوبي، بالضبط بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة، إثر اصطدام سيارة من نوع كيا سورينتو بالضحية بناني مراد أسامة، الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته من نوع بيجو 206، مما أدى إلى وفاته بعين المكان. ولاذ المتسبب في الحادث بالفرار، والذي تم توقيفه مباشرة على مستوى المحول الاجتنابي عند مدخل بلدية جسر قسنطينة من طرف عناصر الدرك الوطني. ويتعلق الأمر بشاب من مواليد سنة 1998، أعزب، تاجر ودون سوابق قضائية. بعد إعلامنا بالوقائع من طرف عناصر الضبطية القضائية، أسدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية فور استكمال الإجراءات، كما أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية أين جاءت نتائج الخبرة سلبية، حيث لم يسجل تناوله لأي مسكر أو مخدر، وتقارير البيولوجية، تقارير الخبرة البيولوجية مرفقة بملف القضية.